حسيت اني النهارده اول فلوج ليا، و هروح الجيم النهارده اول يوم برضه في الجيم، وهجرب وهعمل فلوج وانا ماشي في الشارع ونشوف الناس هتوصلني زي ما بيقولوا، لان تجارب كل البلوجر بتقول ان بيقولوا عليك مجنون، يقولوا بص هنشوف طبعا نعرف. يلا طريقنا واحنا للجيم بقى، حابب اقول لكم الدايت موضوع سهل جدا، وسيبكم بقى من الاكل والشرب والنظم ويقول لك كيتو معرفش ايه، كل الموضوع ده سهل، مفيش اسهل من الدايت، بس هو محتاج شويه التزام. هتلتزم بحاجات كده معينه، انت عملت فيديو على القناه هنا هتلتزم بيها هتلاقيها مظبوطه معاك في الدنيا وهتخس، وده هيبقى عن تقريبا النهارده اول يوم ليا في الجيم، وهوريكم انا هخس ازاي. الموضوع سهل، بننضف اكلنا وبنبعد عن الزيوت والسمنه والحاجات دي، خليكم معانا هنعرف كل حاجه في وقتها. اعذروني بقى لان انا اول مره اعمل بلوج وانا في الشارع، وانا طبعا ساكن في منطقه شعبيه شويه، هتسمعوا دوشه. اختار الوقت، انا مختار الوقت ده في الجيم ليه بقى؟ الوقت ده بيكون فاضي جدا ومفيش حد فيه، وانا صراحة الوقت ده مناسب ليا، يعني انا فاضي في الوقت ده، فبيكون الجيم فاضي، بعتبر ان الجيم بتاعي بلعب لوحدي. يلا خليكم معانا دلوقتي. قلت وانا داخل الجيم كده، بما انه اول يوم النهارده، قلت اوزن نفسي عشان اعرف برضو انا هبدا وانا وزني قد ايه، واعرف ايه اللي هيحصل خلال الشهر الاولاني في الدايت. بس للاسف اللي واقف في الصيدليه مثلا قال لي ممنوع التصوير، لا في ورقه تثبت ولا في اي حاجه تثبت، ممنوع ولا منبه ولا اي حاجه، مش عارف بقى. احنا في مصر طبعا كله بيخاف، ماسك موبايل وطريقه كده وبشيل ستيك، بحس ان هما بيترعبوا من المشهد ده. عموما انا وزنت نفسي وطلعت 105 كيلو، ايوه 105 كيلو، بعد ما وصلنا ل 80 كيلو اصبحنا 105 كيلو. معلش كده كده الموضوع هيبقى حلو حافز علشان تبقى تجربه ليك وتعرفوا ان مفيش مستحيل، مفيش مستحيل في الدايت، وان انت تخس وان انت جسمك يبقى شكله حلو. طبعا واحده بتبص لي انا ماشي في الموبايل وعمال ايه اتكلم نفسي، معلش يعني اعمل ايه يعني اتقربت اوصل للجيم اهو. يلا استعنى على الشعب الله. وصلت الجيم وبعدين طالعين الجيم شكله فاضي، ايه هو احلى حاجه في الجيم في الوقت ده، طالعين الجيم دلوقتي خالص. غيرنا و زي ما انتم شايفين فوطه العده بقى بتاعت الجيم، والسيفن اب، السيفن اب مهم جدا في الجيم. لا انا بهزر طبعا، دي ازازه ملعبي، بس انا مش هجيب الشيكر لسه مش دلوقتي، واحده واحده. رجعنا الجيم زي ما انتم شايفين، الجيم لقيت نفر عشان ما تلبش برضه، لقيت نفر شايفين الجيم اهو، اتفرجوا على الجيم اهو، الجيم زي ما انتم شايفين جيم رائع. نبتدي نسخن بقى دلوقتي، ما ينفعش تلعب على طول، لازم
لها الجهد اللي هي هتقوم عليه دلوقتي. خلاص سلام. دايما كنت اشوف على النت كده ومواقع تقول لك ان انت لازم تشرب رشفه مياه بين كل مجموعه ومجموعه. ما وقفش معايا قوي يعني كلمه رشفه. طبعا النهارده بقى الايام الاولى في الجيم زي تسخين كده، طبعا اوزاننا تبقى خفيفه، كل عضله مرنا شويه كده، مش مجاميع كتير يعني، هو بس دي استعداد مش اكتر. توريني بقى البلوك الاولاني ده هكون انا غريب شويه فيه، مش واحد على الوضع ده، هو في واحد في الجيم وعمال يبص لي واحد. انا متخيل بقى لو انا بلعب قدام شويه هيقعدوا يبصوا لي وانا بتكلم كده، بس واحده واحده هناخد على كده. يلا بينا لتمرين البنش. اهم حاجه السيفن، السيفن ده مفيد جدا. لما بينزل تحس بطعم اللحم، كنا نرميه في الشارع مثلا ما نرميهوش في الشارع. طبعا النهارده اول يوم، واول يوم طبعا ما ينفعش نلعب زي واحد بقاله شهرين، واحد بقاله ثلاثه، واحد بقاله سنه. انا هتكلم بالبلد يعني، او هتكلم ببساطه، مش هقول لكم لازم نلعب شهر، بنسخن يعني زي تسخين، بنجهز العضله. الايام الجايه هيكون في جهد اعلى وفي اوزان اعلى عشان ما يحصلناش اصابه او اي حاجه، لان طبعا جسمنا مريح، مش هينفع ان احنا نشيل اوزان على طول. ف يلا بينا بقى نبدا اللعب اللي هو بيبقى في اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ولا ممكن اسبوع مثلا. انا عشان كنت بلعب قبل كده فحاجه اسبوع، لكن انت المفروض تطول شويه اكتر حسب احساسك انت بقى. سيبك من يقول لك لازم، هو بيقول لك لازم عشان يبقى احتياطا يعني. بس يلا بينا. كده نبقى خلصنا التمرين النهارده. يلا عشان انزل اغير واتكلم معاك في الطريق واحنا رايحين البيت. خلاص ماشيين في الشارع بقى. طبعا هنا البلوكات مفهومه غلط، انا برضه ايه بحارب النهارده وانا ماشي. يعني عايز اكلمكم كده ان
السايت سهل، هو بس تنظم امورك وتنظف اكلك. انا عامه لا اشجع يعني الانظمه اللي هي الاقصائيه والصيام المتقطع وصوم 18 ساعة مش عارف ايه، مش حلو. انا ما جربت، مش حلو، مش عاجبني. وفي اي لحظة ممكن ترجع تخين تاني وانك هتتعب منه وهتزهق منه. انا مش مع النظم دي بصراحة. انت تنظم وجباتك ونمنع الدهون ونمنع السكريات مع الجيم، نبدأ اكلنا يعني يبقى اكل هيلسي اكتر شوية، علينا يوم برضو يوم فري ونقول في اللي احنا عايزينه برضو. الدايت مش حرمان يعني، وعامل من العوامل المهمة برضو اني نلعب كارديو. الكارديو مهم جدا. انا الكارديو بتاعي بلعبه الصبح اول ما اصحى قبل ما اكل اي حاجة واشرب اي حاجة، بلعب كارديو. في البداية ما ببقاش دقايق كتيرة، بس لما يعني بخش شوية في الدايت شهر واثنين وثلاثة ببتدي يبقى ممكن 20 دقيقة. الكارديو ما يستحبش انه يبقى كل يوم. انا بصراحة مجنون. انا اول ما بدأت في دايت تجربتي السابقة يعني ما تشوفوها على القناة لو انتوا عايزين تشوفوها، بدأت دايت كنت بلعب كل يوم كارديو. بصراحة الكارديو بيساعد على حرق الدهون بسرعة واسرع، بيعمل بيساعد بسرعة ينزل وزنك بسرعة وحرق الدهون بيبقى عالي جدا. حرق الدهون بيبقى عالي مع بالذات في فترة انت لسه صاحي، جسمك كان بيبقى بالليل مش واصل له اكل، يعتبر في مجاعة جسمك. فكمان تكمل عليه انت وكارديو يعني مجهود محتاج طاقة، فبيضطر يحرق الدهون وايه ويعوض بيها بدل الاكل اللي مش داخل. انا يعني رايي ليكم الكارديو مهم جدا، العبوا كارديو. وانا هعمل لكم فيديو ليا واوريكم الكارديو اللي بلعبه الصبح واوريكم التمرينات الكتير اللي فيها الكارديو، ممكن تلعبوه يفيدكم جدا. وجبتك بقى بعد التمرين تكون خلال بعد التمرين في خلال مثلا 90 دقيقة كحد أقصى، ساعة إلا ربع بالكتير. تكون طبعا فيها بروتين وكارب وفيتامينات، لازم هي دي الوجبة الكاملة في أي وجبة عموما، سواء رياضي سواء عادي. ودي الوجبة بعد التمرين، خضروات خاصية كاملة وصدر فراخ وبيضتين بيض بيضتين كاملين وصفارة بتاعت بيضة واحدة بس. الدهون مطلوبة طبعا. والكارب انا كارب باخده الصبح في الفطار، مبحبش اخد الكارب على مدى اليوم، بخلص الكارب بتاعي كله في الفطار. دي تجربة وانا مجربة قبل كده ومش غلط يعني، بس احسب لكم طبعا البروتين اللي في الوجبة دي واكتبه لكم على الشاشة دلوقتي. دي وجبة وهيلسي ومفيده.